الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه ليلة الفرح لأهل هذا البيت وعريسنا السي محمد، صلى الله عز وجل أن يديم عليهم السعادة والفرح وجميع شباب المسلمين. لقد عهد الله عز وجل إلينا أن نوحده، عهد إلينا أن نعبده ونطيعه، ولكن الإنسان يبقى إنسانا في كثير من الحالات يخالف أمر الله ويعصي الله عز وجل وينسى هذا العهد، والذي نسي هذا العهد كذلك أبونا آدم عليه السلام، فقال الله عز وجل عنه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله عز وجل حينما خلق آدم عليه السلام فأسكنه جنته وأباح له كل شيء في الجنة إلا شجرة معينة ابتلاه الله عز وجل واختبره بها ونهاه أن يقترب منها، وأن المباح دائما هو الأوسع والأكثر، وأن الحرام هو الأقل. فالله عز وجل وسع علينا في المباحات، الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما في الجنة هو مباح لآدم عليه السلام أن يأكل بما شاء وأن يشرب جميع الأشربة إلا هذه الشجرة. فالله عز وجل قال له ولزوجه حواء: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولما كانت المعركة التي قامت بينه وبين أي بين آدم عليه السلام وبين الشيطان في الخفاء من وسوسة وحسد وإغراء، فآدم عليه السلام نسي، لأن الله عز وجل لما خلق آدم قال للملائكة سجدوا له، فالملائكة سجدوا سجود التعظيم وامتثلوا أمر الله عز وجل إلا إبليس. إبليس امتنع وتكبر، قال: أنا خير من وخلقتني من نار وخلقته من طين. فأخرجه الله عز وجل من رحمته وطرده من رحمته. لما طرده الله عز وجل من رحمته فالشيطان لعنه الله، غاضه الأمر ووقع وتأصل فيه الحسد أكثر نحو آدم عليه السلام، وتأصلت العداوة في قلبي: كيف أن أخرجت وطردت من رحمة الله عز وجل بسبب آدم؟ والله عز وجل بيّن له، أي بيّن لآدم عليه السلام، فقال: إن هذا عدو لك ولزوجك، احذر. فأنا اقترضته من رحمتي وأنت تسكن جنتي،
وإياك واحذر أن يغويك الشيطان وأن يسلب الشيطان عقلك وأن ينسيك أمري، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. والإنسان قيل سمي الإنسان لينسى أو لاحتياجه للأنس، فلا بد له من أنس. ويقولون إن أول الناس هو أول الناس، أول الناس الناسي أي الذي نسي هو أول الناس، وهو سيدنا آدم عليه السلام. فجاءه الشيطان، والشيطان لما كيجي الإنسان ما كيجيش مباشرة، بمعنى أنه يواجهه مواجهة مباشرة ولا يأتيه بالأمر كله بالمرة، وإنما يقدم له مقدمات ويخطو نحوه خطوات. إذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لعنه الله إذا أراد أن يستولي على إنسان ما أو يستحوذ عليه أو أن يفسد عليه دينه أو عقيدته أو إيمانه، فيغريه ويغويه ويزين له ويوسوس له ويجره بطرق مختلفة والتوائية، قد يأتي عن طريق الخير، عن طريق الإيمان، عن طريق العبادة، عن طريق الطاعة، حتى يوقعه. لذا الله عز وجل قال انتبهوا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فآدم عليه السلام جاءه الشيطان قال يا آدم، هذه المقدمات، يا آدم أتعرف أنك ستموت؟ لأول مرة آدم عليه السلام يسمع هذه الكلمة، أول مرة يسمع أنه غد يموت. النعائم والخيرات والراحة النفسية والهناء طمأنينة في الجنة، لا شقاء لا تعب لا نكد، لا يذكر شيء من أمور الدنيا في الجنة، فالراحة والهناء السعادة والرضا. أول مرة آدم يسمع هذه الكلمة. تأملوا، واحد عايش في الرفاهية، النعم من كل جهة، وتجي تقول له يا فلان ألا تعرف أنك ستموت؟ هو يعرف أنه سيموت ومع ذلك لا يقبلها منك. تقول له يا فلان أنك ستموت، ألا تعرف أنك ستموت؟ غادي تخلي هذه الفيلا وتخلي هذا القصر وتخلي هذه السيارة وتخلي أولادك، يا عرف أنه غادي يموت ولكن ما يقبلهاش منك. هذا يعرف، آدم عليه السلام ما كان يعرف أنه سيموت. فهنا الشيطان لعنه الله ما أمرش بأكل الشجرة من البداية، قال له واش كتعرف بأنه غادي تموت؟ فهذا الخبر أدخل إلى عقل آدم عليه السلام فصار هما عنده، يعني بقى يفكر أنا الموت إذا غادي تموت. فبعد مدة رجع إليه الشيطان يوسوس، رجع إليه الشيطان يغريه يغويه، فقال له إذا أمرتك بشيء ودللتك على شيء أنه سيخلدك أنه ما غاديش تموت
واحد الحاجه الا درتها انك ما غاديش تموت، غادي تبقى دائما وابدا في هذه الحياه. قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ دلك على واحد شجره الخلد، الا كليت منها انك غادي تخلد في هذه الارض في هذه الجنه، اذا ما غاديش تموت. وملك لا يبلى لا يفنى. فلما غره بهذه الكلمه فمجرد ما سمعها آدم عليه السلام إلا والشيطان بادر وشجع وحثه ورغبه في أكل من هذه الشجرة، وأراد أن يؤكد له على ذلك أقسم، حلف له وقاسمهما، لأن معها الزوجة دياله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. واحد كذاب خطاف، فإذا جاء إلى شخص ليعرض عليه أمر ما أو ليخبره بخبر، هو كيعرف أنه ما غاديش يثق فيه لأنه يعرف كذاب وغشاش وخداع. أي واحد يمشي عنده ما يثقش فيه، عارف لأنه يعرف أنه خداع وكذاب وغشاش مراوغ، ولكن كيف يجعل الإنسان يثق فيه؟ يحلف له يقول والله راني صادق، ما تسمعش ذاك الكلام اللي كيقولوه عليا، انا الان راني صادق معك وراني ما عندي ما تعطي لي. شحال واحد يقول لك ما غادي نستافد منك، ما غادي تنفعني، انا غير بغيت ننصحك نصيحه. اذا هذا السيد ما عندك ما بغاش شي هدف ياخذه منك ولا شي مصلحه يرجوها منك، بغى ينصحك فتاخذ بها. اذا سيدنا آدم الله قال له هذا عدو لك وراه ما بغاش يسجد لك، يسجد لك، ما بغاش يستسلم لأمري. إذن عنده هذا في راسه وفي عقله، لذلك الشيطان بغى يستحوذ على آدم ينسيه العهد نتاع الله عز وجل، يقول له شوف أراني صادق لك والله العظيم أقسم بالله العظيم أنا راني صادق، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أنا ما بغاش يوجه الخطاب غير آدم، وجه الخطاب وقسم حتى لحواء. ربما إذا كان عنده ضعف آدم عليه السلام ولا عنده قوة الإيمان، قوة الإيمان باش ما يسمعش للشيطان، إذا تأتي زوجته ربما تدفعه ولا يدفعوا بعضهما بعضا. فدلاهما بغرور. إذن العلماء كيقولوا جاء بالمؤكدات، بالمؤكدات لأن مؤكدات الكلام. واحد يقول لك وقع كذا وكذا، هذا أمر خبر عادي، يقول لك وقعت كذا وكذا أي خبر، ولكن يبغى يأكد لك باش تثيق يقول لك إنه قد وقع. إلا بغى يزيد يأكد يقولك إنه لقد وقع. إلا بغى يأكد أكثر يقولك والله إنه لقد وقع كذا وكذا. إذن الشيطان أقسم، هذه من المؤكدات، وجاب بنون التوكيد إن، وقاسمهما إني لكما بالتوكيد لكما لمن الناصحين، لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، ما خلالهمش واحد الفرصة يفكروا، مجرد ما قسم لهم وحلف لهم. فإذا آدم عليه السلام فيمد يده لذيك الشجرة ولذيك الثمرة يقطفها، لما أقضمها
وأكل منها، بالضرورة أن المرأة الزوجة تتبع زوجها. لا نسمع لما يقال أن أول من أكل هي أم نحوة، لا، أول من أكل هو آدم عليه السلام، والزوجة كتتبع الزوج. إذا كنت مؤمنا بالضرورة الزوجة، غالبا كتكلم على الغالب، المؤمنة المرأة تكون مؤمنة. إذا كنت تخاف الله بالضرورة الزوجة تخاف الله. أما الإنسان إذا كان قليل الإيمان، قليل التربية، ما عندوش الغيرة، ما عندوش الأوامر في البيت، المرأة بالضرورة إذا تمشي مع هواها وتنساق مع هواها. وكذلك الأسرة، القائد الأسرة هو الأب، هو الزوج، يكون قوي ويكون قدوة. إذا المرأة تتبع زوجها، فأمنا حواء تبعت أبانا آدم عليه السلام. لما كلوا من هذه الشجرة فبدت لهما سوآتهما، كانوا يلبسوا ألبسة تاع الجنة، والألبسة تاع الجنة ما كتبلاش، والألبسة تاع الجنة ما كيخيطهاش خائط يخيط، لا، الجنة كاين شجرة، أشجار، معامل. غيوقف الإنسان قدام هذه الشجرة ويبغي غينوي، ماشي يتكلم مع الشجرة، غينوي اللون اللي بغاه، فإذا به يتعبر بواحد السرعة، تعبر المقياس ديالو، القياس ديالو والطول ديالو، وتخرج له اللباس اللي بغاه ويلبسه. هكذا أهل الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، ما تشري اللباس، ما كذا، ما تخيط، ما يعبر عليك، ما اللباس تلبسه وما كيتبلاش، تلبسه واحد لمدة بغيت تبدله. كذلك تمشي للشجرة، ثمار قطوفها دانية، بغيت تاكل كل، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فأنت جالس والفروع نتاع الأشجار بثمار بأنواع ثمارها كتدل عليك، وانت تقطف الثمرة فإذا بثمرة أخرى تعود أو تكون مكانها، ترجع وتعود مكانها بإذن الله عز وجل. والماكلة في الجنة ماشي هي الماكلة والأطعمة والأشربة نتاع الدنيا، من حيث المذاق، من حيث الطعم، من حيث اللون، اختلف اختلافا كبيرا. وكذلك ما يأكله الإنسان في الجنة لا يقع بعده ما يقع لطعام أهل الدنيا، ما كان لا حمامات ولا كذا ولا تنخوم ولا بوصاق ولا تفال، ولا كل شيء يخرج رشحا مسك في الجسد. في الدنيا كان عرقه ويقضي الإنسان حاجته، ولكن في الجنة لا، كل شيء ولي مسك في الجنة، لأن كل شيء طاهر، كل شيء طاهر، وحتى حاجة ما كتدنسش، وحتى حاجة ما تخناز، وحتى حاجة ما تبلع. الماء، اللبان، الخمر نتاع الجنة، العسل، كل شيء مصفى ونقي. وكلما أكل الإنسان نوع من الأطعمة إلا أكل أخرى، هذا الأكل يختلف، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. والجنة لا غل فيها ولا حسد إلا من ما كان من الشيطان، من إبليس، من إبليس. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. الواحد ما كيدير شي معصية، يرتكب شي معصية إذن كأنه يفتضح،
افتضح أمره، نسأل الله الستر، فيظهر ذلك على قسمات وجهه، وإذا افتضح كانت الفضيحة، أن يتمنى الإنسان أن يموت ولا الفضيحة. اللهم استرنا ويسترك الجميع. فالجنة سيدنا آدم عليه السلام خلق الله بيده وقال له تمتع، ولكن لما أكل من الشجرة إذن المعصية بدأت، المخالفة بدأت. الجنة ما فيهاش المخالفات، مخالفات صغير في الدنيا، مكان تاع المعاصي هو الدنيا، مكان تاع سفك الدماء هو الدنيا، هو الأرض اللي غادي يخلق، اللي خلقنا الله عز وجل أن نعيش فوقها. أما الجنة فهي طاهرة طيبة نقية صافية، خلقها الله عز وجل واصطفاها واختارها للمتقين. فوقع العري، إذ ماذا كان يفعل؟ كان يقطف أوراق الشجر باش يغطوا به سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله عز وجل رحيم كريم، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سيدنا آدم عليه السلام انسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي قبل ما يأكل من الشجرة، قال له الله عز وجل وعندك تأكل من الشجرة، هو العدو ديالك، عندك تأكل من الشجرة، فنسي. قيل نسي ترك، وقيل نسي من سهو، سهى وانسى، لأن النسيان مرفوع لا يعتبر معصية ولا يعتبر خطأ، رفع النسيان والخطأ عن أمتي ومستكره عليه، لأن الله عز وجل ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو خطأنا، ولكن ترك، قيل ترك وقيل من سهو وانسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي صبرا وثباتا وتثبتا. قال لك الشيطان كل من الشجرة، تحقق ثبت، ماشي قال لك كل وتاكل، واحد يعطيك شي حاجة مطعومة وانت ما عارفش شنو فيها، ما عمرك شفت ديك المطعومة وتاكلها، لا سول الأول شنو هذه، واش حلال واش حرام، واش مزيانة واش تضر واش تنفع، ماشي غير اللي يعطيك شي حاجة تشربها ولا تاكلها. إذن عندك الله اللي خلقك، سولو علاش تستعجل تاكل منها، قول يا ربي راه الشيطان واشنو قال لي، واش حقا ولا ماشي حقا، إذن غادي تلقى الجواب من عند الله عز وجل. ولكن انسى العهد نتاع الله عز وجل، انسى عهد الله. فمعصية نتاع آدم عليه السلام ماشي هي المعصية نتاعنا، فيها وقع فيها النسيان، وماشي هي معصية نتاع الشيطان لعنه الله، كاين فرق كبير. واحد يقول له صلي، يقول لك ان شاء الله كاين صلاة ان شاء الله غادي نصلي. واحد يقول له صلي، يقول لك اسيدي ما كاين بالصلاة، ما نعترف لا بالصلاة ولا، شنو الفرق؟ هذاك انكر وعارض وعاند، والثاني اعترف ولكن يقول لك ان شاء الله غادي نصلي. إذن المعصية تختلف، الأول لا يغفر الله له، الثاني يرجى منه التوبة الرجوع إلى الله عز وجل حتى إذا مات أمره لله. إذن الشيطان لعنه الله أرفض أمر الله، لا أقر بهذا ولا أسلم لك بهذا. أما آدم عليه السلام، لأن الأول لما كان الإنكار والعناد قال له الله ألي أنت راك مطرود من رحمتي، خرج راك مطرود من رحمتي، ما بغيش تعترف، بغيش تأمن بي وتنكر أمري، وأنا اللي خلقتك وخلقت الكون وخلقت ما في الجنة والجنة. أما آدم عليه السلام قال يا رب، لأن الله قال له يا آدم ألم أنهكما
أنت وزوجتك ألم نهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو؟ قال اعتراف. أما الشيطان لما طردوه من رحمة الله وعصى ما قالش يا ربي توب عليا، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من منظر، وزاد فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. زاد في العناد، زاد في المعاصي والذنوب والكفر والجحود. قال له أخرني إلى قيام الساعة ما تقتلنيش، قال له روح. الله عز وجل من كرمه ورحمته سبحانه وتعالى وعدله وفضله وكبريائه سبحانه وتعالى، فافتح الحوار حتى مع الشيطان. الشيطان فتح مع الحوار، تكلم مع الله. شحال واحد يتخاصم غير مع الشيطان، نتكلم معك اسي خليني عليك ما نسمعش كلامك، مالك اسمع غير اسمع الكلام. وراه الله سمع للشيطان، قال ربي انظرني يوم، قال انك من المنظرين. لو اراد الله عز وجل يفني الشيطان ما يكونش له دور في الحياه يفنيه، ولكن الله عز وجل له الحكم في في في, في هذا. اذن الشيطان عاد زاد، قال في عزتك لا اغوي انهم اجمعين، هذا البشر الاعداء ديالي غادي نغويهم ونغرهم، نغويهم بالمال، نغويهم بالنساء، نغويهم بالقيل والقال، نغويهم بالغيبة، نغويهم بالنميمة، نغويهم بترك الصلاة، نغويهم بكل الغوايات. فبعزك أغويناهم وأجمع إلا عبادك منهم المخلصين. أما آدم عليه السلام هو والزوجة دياله، فمجرد ما وقعوا فيه اعترفوا بالخطأ، الاعتراف بالخطأ فضيلة. قال زوج بهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن تلقى واحد الكلمة من الله، وهي هذه الكلمة، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذا أذنبت درت شي خطأ ولا مخالفة ورجعت الله عز وجل قلت يا رب، الله كريم سبحانه وتعالى كريم لا يعاجل أحد بالعقوبة، الله صبور وتواب وغفور سبحانه وتعالى. فإذا أرجع الإنسان إلى الله عز وجل أقبل الله عليه بالتوبة بالمغفرة بالرحمة غفران الذنوب وتبديل السيئات حسنات، لأن الله كريم سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما وقع موقع في الجنة، إذن هذه الجنة وقع فيها موقع، ومن حكمته سبق في علمه أن آدم غادي يوقع لما يوقع، سبق في علمه أننا غادي نعيش على هذه الكرة الأرضية اللي فيها الحياة. الله عز وجل قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عادوا، هودوا الأرض، الجنة ما فيهاش المعاصي والذنوب، هودوا الأرض اللي فيها المعاصي والذنوب وسفك الدماء. قالوا أجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهبطوا الأرض. إذن الشيطان زاد في العداوة، المهمة دياله هو يفسد الحياة على الإنسان بأي وسيلة وبأي طريقة، لأن الشيطان المهمة دياله هو الإفساد، هذه هي المهمة دياله، ما عندوش الإصلاح هو في القاموس دياله، غير الإفساد، يفسد الإنسان. مجرد ما يتزاد الإنسان إلا كيكون معه القارين دياله، إذن يفسد عليه دينه وأمانته وإيمانه وعقيدته، مستطاع لذلك سبيلا. فهبطوا الأرض. إذن الشيطان واش انتهى؟ وقف عند هذا الحد؟ لا، والعداوة ما زالت مستمرة. آدم مات، لا 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 لا، أنتم ولاده
أنتم أولاده، أباكم هو اللي خرجني من الجنة، ما تبقاش فيكم. والله عز وجل حذرنا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كيقول الله عز وجل يا بني آدم أرهبكم خرجوا، إذن الشيطان من الجنة وعندكم ثم يخرجكم من الجنة، وانتبهوا أباكم أمكم وباكم. طبك عاده شي واحد، عاده ماشي دنيوية، عاده كان سبب في حرمانه من النعيم من الإيمان من الدين وكذا، حتى أنت تعاديه، تعاديه إلى ما عادتش ذاك الذي عاد أباك على الدين طبعا، فأنت ما عندكش الغيرة، ما كتحسش بالأبوة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ومجرد ما وقع آدم وانزل إلى الأرض، إذا نبدأ لما كان أولاده تزادوا عنده أولاده في الأرض، إذا غادي يبدأ الشيطان على الله يفسد، يفسد. آدم نجا منه عرفوه صافي، ما غاديش يثق فيه. سيدنا آدم عرفوا وعرف الشيطان وعرف الدخل ديالو والطريقة ديالو والطرق ديالو والمداخل والأبواب والنوافذ والمنافذ كلها عرفها سيدنا آدم عليه السلام، ولكن ولاده كذلك غادي يوقع لهم النسيان. إن أباهم وصاهم قال لهم يا ولادي شوف الإنسان مش حركة ينسى، أولادي أراه الله هو اللي خلقني بيده، ها فين خلقني في الجنة، أنا وأمكم راه كنا في الجنة وراه نزلنا. يحكي لهم على الجنة وما فيها، يقول لهم حذاري من الشيطان يضحك عليكم. ومع ذلك الموقع موقع قابيل مع أخو هابيل، الحسد دب في قابيل. علاش الله عز وجل يقبل صدقة تاع خويا وما يقبلهاش مني؟ فجاي يهدو، هو الشيطان كيدفعو يقول له علاش شحال واحد يجي له الشيطان على هذا، خوك خير منك، خدي يجيك من زوجة ايوا خوك واش راه يدير واش كذا وكذا، يجيك من شي واحد اخر، يجيك من شكوك، يجيك من سوء الظن، سواء خوك من أبيك وأمك ولا خوك من الإسلام ولا جارك ولا كذا ولا كذا، يجيك من الكلمة، ربما يتكلم من شان شي كلمة فالشيطان يقول أرى كي معني عليك، أرى كي يتكلم عليك أنت، هو وقعت العداوة ما عمره يسلم عليك، يقول لك أرى كي تمعني عليها لأن جاءت من الشيطان. كيفاش الله يقبل صدقة نتاع هابيل وما يقبلهاش منك انت؟ إذن هذا أخوك هو الخطر عليك، غادي يفسد عليك الحياة. الله عز وجل ذكرنا هذه القصة في القرآن، وتلو عليهم نبأ ابن آدم الحق قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وأنا واش أجدن بي، أنا واش دوري أنا في هذا؟ الله أعطاني الصحة واش أنا أعطيتها لنفسي؟ الله أعطاني ذرية صالحة واش أعطيتها لنفسي؟ الله أعطاني المال علاش تحسدني؟ علاش تحسد؟ فإذا به يهدد أخاه، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. علاش أنا لئن بسط إلي؟ شوفوا الأخ اللي يخاف الله عز وجل، واحد يبغي يظلمك ولا ظلمك ولا تعدى عليك ولا غير الحد ولا كلا لك البلاد ولا كلا لك الفلوس ما بغاش يرد لك، لا ما تتعاملش معه بالمثل لا أقتلنك، ما تقولوش إلا إيه قالك لا أقتلنك، أنت أقول له أنا ما أقدرش نمسك بيسو، سبك قل له والله يهديك، تعدى عليك قل له الله يغفر لك، إلا هو سبك وانت سبيته. إذن الشيطان هنا كينتصر، كلمة جر كلمة، إيوا إلا عندك شي حاجة فريد تضرب
فيخسر الإنسان ويندم الإنسان، لأن الشيطان كينزغ في الإنسان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قلقت قال إنما يتقبل الله لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله عز وجل، أنا كنخاف الله تبارك وتعالى. ومع ذلك مصمم. جاء الشيطان قال له تخلص منه، قتله. كيف عقتله؟ كيفاش نقتله؟ قال له خليه حتى ينعس وجيب واحد الحجرة وضربوا بها على رأسه، أول مرة غادي يوقع القتل في الأرض، أول مرة غادي يسيل الدم في الأرض، أجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأخذ الحجارة وضرب به أخوه وتفتت الرأس والدم بقى يسيل وندم، حتى يديرها الإنسان يندم، لأن الشيطان يقول دير 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 هذه دير هذه، من يديرها يقول واش داك ديرها المصيبة، ها غرقت نفسك وأنا قلت لك شي حاجة، إيوا فكها يوافق هذا، هو غرك ودفعك وفي الأخير يقول لك لا 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 أنا بريء منك. فلما قتلوا قال الله عز وجل لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يديك إني أخاف الله رب العزيز إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالم. فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لما قتلوه بقى يقول له نوض أخويا، تحرك أخويا، مالك أخويا، لا لا مشات الروح مشات الروح، رفدوا على ظهره بقى يتمشى به، فين غادي نديرو فين غادي ندسو، لأنه أول مرة يقع القتل ما يعرفوش الدفن. فبعث الله غرابا رفد خوه يجر خوه قتل مات، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يخبش في الأرض يحفر ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين حيث لا ينفع الندى. حضر الشيطان، التواء الشيطان، طرق الشيطان. احنا الان شوفوا الواقع ديالنا المرير، عداوات، قتل، تم قتل موجود خصوصا في هذا الزمان، الناس كلها متخاصمه على من؟ على الشبرات نتاع الاراضي، على الحجر، على السدره، على الخلاء. إنسان يعادي خوه على الشبر نتاع الأرض، غير لي الحد ما غير لي الحد، دلي الأرض ما دلي الأرض، كاين 20 عام 25 عام 15 عام وهما في المحاكم وما زال في المحاكم. نعرف واحد سيد عنده واحد الشبر متعادي مع واحد ولد عمه، الشبر شبر وفي واحد الخلاء، لا ماء لا 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 لا, لا, لا حياة، غير صدر. أنا اللي نعرفه غير المدة اللي كنعرفها 18 عام ولا 19 عام، يكون شراء واحد الفيرما بالرشاوي، الرشاوي دفع هنا أعطيه هنا دير محامي أعطيه هذا أعطيه هذا، وما يبيع وما يشريهاش الإنسان بعشرة آلاف درهم. علاش؟ الشيطان وعندك يغلبك وياك عندك الفلوس، اللهم تبكي امه ولا تبكي امه، هكذا كن قوي تصر عليه والله ما تبقى فيك. فالإنسان يعيش عيش الجاهلية، احنا ما كنعيشوش عيش تاع الدين تاع الإسلام، نفكروا لآخرتنا، نعملوا لآخرتنا. هو كل شيء يمشي، آدم مشى هو في الجنة هو أمنا، قابيل خسر الدنيا دياله،
قتل أخاه هابيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا كل واحد اللي قتل شي واحد إلا الكيف نتاع الإثم يمشي لقابيل عادي يمشي الذي قتل. علاش؟ لأنه هو اللي تسبب، هو كان السبب، هو اللي أنشر هذه السنة القبيحة في العباد. من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن الواحد دار شي حاجة ماشي مزيانة فعليه الوزر والإثم إلى يوم القيامة. أي حاجة، أي حاجة، مثلا كسوة، مثلا شي عادة الإنسان دارها فعليه الوزر. مثلا الحاجة عندهم العرس، إلا جاب الشيخ ولا الجوق ولا دار شي، أي واحد يقتدي به عليه الإثم. والله إلا الحاج جاب الجوق والشيوخ الفلاني كذا قصروا عنده، اللي جابهم مثلا جاب شي وحدين جابهم الآخر الإثم اللي جابهم الأول. وإلا دار تقصر بحال هذه وبقات هكذا درس القرآن والناس طيبين المنورين قرينا القرآن ذكرنا الله، واحد بغي يقتدي به وحشهم عليا، حتى أنا ندير العرس لولدي ولا لبنتي، علاش ندير الزكاة وعلاش ندير المعاصي، ندير بحال اللي دار الحاج عبد الكريم عنده الأجر كذلك، عنده الأجر. ولذلك الإنسان يكون قدوة، كن قدوة في الخير، ما تكونش قدوة في الشر، كن قدوة. واحد الشاب دار واحد الحسنة، شاف واحد شاب آخر دار شي حسنة مثله عليه الوزر الأول والثاني طبعا، لأنه كان نشروا واحد نشروا المفاسد في المجتمع، نشروا في المفاسد في المجتمع، لأن كتبدأ خطوة بخطوة. الشيطان كما قلت هكذا، بحال أن التبرج، التبرج فيه كبدأ. احنا كنتكلموا على التقاليد المغربية الحمد لله وكذا، وشنو هي التقاليد المغربية عندنا؟ الحايك، لا الجلابة، فين هو الحايك الآن؟ فين هو الحايك؟ والتقاليد المغربية خصنا نحافظوا عليها ما نضيعوهاش. مشات مسكين الحايك في الراه، يعني شوفوا الشيطان كيجي خطوة خطوة. ها المرأة اللي كانت ديري انتي الحايك أرواح نديرو ديري جلابة 1910 ل 15، واحد الحاكم فرنسي في الرباط دار العرس. أول اللي دارت المرأة جلابة هي هذه المرأة الفرنسية، دارت العرس بهذه الجلابة. جلابة لما دارت يعني العرس بالجلابة بقاو النساء يقتديو بها، من ثم بدات يعني جلابة المرأة تضاهي جلابة نتاع الرجل. الرجل اللي كان عنده جلابة فقط، المرأة بقات دير جلابة. إوا روح 10 سنين 20 عام 30 عام حتى انتشرت جلابة. الحايك مسكين بقى يندثر، يمشي ما قالوا الأظهر مراها مر جلابة. وشنو كاين من يجيب عاش ديك الجلابة شوية شنو كان السراول. الأب ديالي كان يحكي لي يقول لي حشومة، كان عندنا حشومة أني لبس سروال طويل قدام با حشومة عار الرجل، ولا يحسن اللحية قدام با، ولا نرفد ولدي الصغير قدام با حياة. الآن كيشطحوا مع الوالدين ديالهم، واش يديروا على الشحط؟ نشطحوا، يشطح يرقص والفضيحة مع بنته. يا ربي السلامة، تخسف بينا نسأل الله السلامة، يشطح مع بنته. بقات الأمور كتطور، المعاصي والذنوب تطور. شوفوا الآن الشباب، كنا نتكلموا على التبرج نتاع البنات، الآن شنو كاين؟ تبرج تاع الأولاد تاع الشباب، تبرج. الآن واحد الفضيحة وأنا دائما كنأكد عليها، يلبسوا الشورت فوق ركابي، عورة
ولدك يلبس الشورت قدامك باش يحشومه. البنت خلاص فضيحة الفضيحة، والولد الآن يرفض رجل على رجل، كل شيء باين فضيحة. والإنسان كبير كبير 60 عام 70 حتى هو يلبس الشورت. ما شاء الله اللحية عنده يلبس الشورت. احنا متقدمين، طح الظهر والحضارة، والله إلى الحضارة مش هذه الفضائح. ويلبسوا السراول، السراول تاع القرودة، تاع القرودة من اليهود، ودائما غادي ومطلع في السروال ديالو الى هود، كلشي باين مش هذه الفضائح. وربي نعم علينا والله. هذه المرة على فجأة كنت مع واحد الأخ وانا ننظر هكذا ونشوف هنا في العيلة بنت كبيرة ولبسة واحد السروال ومقطع مقطع، اش هاد الفضايح؟ اش هاد الفضايح؟ انا نقبل بنتي بذاك اللباس، انا نقبل ولدي بذاك اللباس، انا مسلم مغربي مسلم افتخر، خصني نحافظ على التقاليد ديالي وديني. والله العظيم واحد المرة جاو عندي ولاد خويا، ف ثلاثة بيهم، واحد زوج لابسين شورت، واحد لابس سروال عادي. قلت له سلمت عليهم، قلت له هذا يدخل، انتم والله ما تدخلوا عندي، مع السلامة. علاش؟ علاش ما احنا ما نرسخوش يعني التقاليد ديالنا والعادات ديالنا في المجتمع ديالنا؟ علاش ولدك انت تشوفه بذاك الحسنة وتسكت عليه؟ راه يوم القيامة غادي يوقف لك في باب الرحمة والجنة. انت غادي تجي تدخل الجنة يقول له يا ربي هذا با ما كانش يوريني، ما كانش ينصحني، ما كانش يحذرني. فلا بد ان نحافظوا على الهوية ديالنا، نحافظوا على ديننا، فنسال الله عز وجل ان يهدينا وان يوفقنا وان يجعل من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه، والحمد لله رب العالمين.